نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ونشر أضواء الخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى إخوانه النبيين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقاتف أثره إلى يوم الدين، وعلينا أيضا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وأحيانا وإياكم على الإسلام والسنة. قل أمين. وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الله جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. آمين آمين يا رب العالمين. بادئ ببدء، أولا قبل كل شيء، انطلاقا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث غير واحد والحديث حسن، حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن بشير قال البشير النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فانطلاقا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أن وفقنا الليلة وجمعنا في هذه الوليمة الطيبة المباركة على طاعته، ولم يجمعنا على المعصية، فلله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا. والشكر موصول لمن كان سببا في هذا الجمع المبارك، ألا وهو العروس أخانا الحبيب علي، صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. والدعاء إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم مثني مره: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وجسرني مبروك. اتصم ذا هذه الكلمة التي انتشرت وذاعت في الأمة، ولكنها في اللغة العربية الفصحى عند النحاة خاطئة، كذلك في الميزان الشرعي الحنيف. كلمة ينتوي الطاس للأعياد المناسبات، شنجي كورا، شنجي عاصم النيسان، شنجي صغة الدار لغنة الدار لغنة الطنوبيل، القرص مبروك عليه. هذا خطأ، هذا خطأ في لسان العرب. الصحيح أن تأتي بألف المد بعد الباء، هذا هو الصحيح، أن تقول مبارك عليك، استيتس بارك. أما ما هندس مبروك عليك، هذا من بارك يبرك بروكا، ويقال للبعير بارك البعير. لا تقل مهنئا مبروك، لا تقل مهنئا مبروك، فذلك في لساننا متروك كما قال أحد العلماء. لا تقل مهنئا مبروك،
فذلك في لساننا في لسان العرب متروك، لكن الصحيح أن تقول مبارك. والصحيح التو الألف من المد غاني الباء التو قل واو مبروك لا اسمعوني أرضني أرضني ألف مبارك عليك تدغينا كيس بارك. والبركة في اللغة هي النمو والزيادة. قديما تغرجل النب وتوديش الدعاء الصباح ذميمون ذم سعود جميل ذميمون من اليمن أي من البركة ناقش وتدعاز البركة. أما الخلش نتود الكلمة يعني المشهورة المذاعة غطاس المذاعة غسل نكس درم فرز كورة غسل فائدة يتسمع لأن تفتاري تطاس إن اسم مبارك عليك والسين شد دعاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يغادي يدو مشكورة مبارك بارك الله لك بارك عليك وجمع بينكما في خير إن اسم مبارك عليك على الأقل مبارك عليك من صغير مبارك عليك يساد وميش يجيش إلى غيره وقاش مبروك هذه من باب الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من لا يشكر الناس لا يشكر الله نبدأ ذا نسوان شكر رب العالمين ثم نشكر من يتغذ السبب ونجد السبب تمونيتها ألا وهو ذمونة هنا علي جزا الله خيرا نشكر جزا الله خيرا اسمنا نتخطى عن رب العالمين وضغ اسمه البخل المعصية خديجي خرغلوج خديسكاوات خرجوق لا الحمد لله إلا أن يطيع ربه تبارك وتعالى في وليمته فنسأل الله جل وعلا أن يتم له هذا الأمر بخير وعلى خير قلوا آمين اللهم آمين. وأصل هذا الشكر كذلك للذي تلا عليكم تلكم الآيات قال الحبيب محمد شرف بهذه الأسماء عطر بهذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك وفي ميزان حسناته وفي موازين حسناتنا نحن أيضا السامعين والشكر كذلك موصول لكم أيها الحضور الكريم نزوان شكرا فيه شكرا مريك شكرا لخضري غير القرآن كلش سبب الشكر نسيك إنه ما يكلو شكرا ما السبب يكلو شكرا لأنكم استجبتم دعوة العروس ويقال العريس كذلك صحيح استجبت دعوة ممثلة يا عادت كنوه وراء تسيم درس جزاكم الله خيرا وهذا كما لا يخفاكم أحبابي الكرام أنه من حق المسلم على المسلم خمس في رواية ست من بينها إذا دعاك فأجب ومش اسم أمسر يتاصرش الحق النس مريق وراء يعالج دورا واجب على الصح مروح واحد شاب صغار به الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم ونوي بن دعوة بروح الغوماس يعصى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تعصي النبي تعصي رب العالمين ويا ليت أن الأمر يقف عند معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ليت الأمر يقف هنا لأنك إن تبت تاب الله عليك إن استغفرت غفر الله لك المعاصي المتعلقة بينك وبين الرحمن إن تبت واستغفرت الله جل وعلا يقينا سيغفر الله لك الأمر يتعلق بحق آدمي وماشي الطاسة سحقي وماشي الطاسة شحق النس يخسس بشرح مروس بشرح النس بموت ذنبي يوم القيامة هذا استخدص الحسنات تخيل وأنت واقف بين يدي ربك ويأتيك هذا الرجل العروس يختصم بين يدي الله جل وعلا سنيار بفران عاضخ غور عينو غالي يسر ميزي تلخط صب قد يا ودي الجن ودني بس حايل أش سمح هذه بابش الزكيار بابش وش تسيمي هذه يمش وش تسيمي هذه ضمار مش وش تسيمي ديها دار ومش واش تسيني في الشهر أديني النفسي نفسي نفسي زكاة إيش الحسنة واش تسيش يوم يفر المرء من أخيه
نهار غياب ربنا بسكماس يوم القيامة. طاولة سكماش وأمه وأبيه، طاولة زباباش يما، وصاحبته وبنيه. صاحبة هنا بمعنى الزوجة. طاولة زباباش مش طاروة مش مرة. لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. كوريج قال نفسي الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هاني ولي نفع لا قرنش ولا طاروانش، مش نفع إلا ما رضاك رب العالمين سي القلب سليم. فاتق الله ربك جل وعلا، إذا دعاك أخاك استجب. إلا ما لا توريهك ديك الضرر، إلا ما لا توريه راني ليس الموسيقى، ليس الجوف، ليس ما يصيط الرحمن. هذا حرام استقص ليه، حرام استقص سيلوزكو أغاط أحضر غوانيتي حرام تحريج يكرجو يكرتيجي يكر الاختلاط ورا نسلس المعصية بها حرام. تبه كلام خطير، هذا ليس من كيسي ولا من عقلي. من يوجيش قراج تفجدي في لوني قراج تفجدي في لوني، لا قال الله قال رسول بلن يعصى ربي سبحانه وتعالى وتشجيع شغل المعصية لهم تكشف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وزمان الطاعة لشان المخلوق أتعصيه نجدي خلقه. تبه وخا المخلوقني بابا، وخا المخلوقني اليمة، وخا المخلوقني دومان دون شمال عزيزي خالي خالتي العنتي، وزمان عصي ربي سبحانه وتعالى غارق تسخيق ضارب بنجح الصالح يوكان. إرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الله غاية تدرك. فانتبه اسعى كل السعي أن ترضي الله جل وعلا خالقك ورازقك. فليسخط الجميع، لا أهتم بما يقول الناس واستشهد ولا أكثر من خبيقاني وذن. ما دام الأمر ليس طاعة معصية طاعة غاضبة لا تسوى، سمحها يا بابين، سمحها يا يمين، وإذا ما يتقسم أن يشت المعصية لعصي غاضبة وزمة، أن يشت المعصية لعصي غاضبة العالمين وزمة، سمحها يا الزرقة كيفيق، وماشي اللي دوتش ماشي، وغاس محبوغة وراس محبوغة وتشما، شو تحبوغة ورا ديك الموسيقى، جاها كيفيق، والله تالله بالله، وحروف القسم ثلاثة. إذا جنها حما يتازيك أنت المسامحة، أنا كنت تزيك دار المسامحة، أشتيني غاك الحق زيك، سمحانا قناة توانسي شا نغفر، سمحانا، الشغل القاعدة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعدة، ربدات كيف، تفجاه ربدات كيف كيبانش، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الله في سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عن الناس. الله أكبر. والنبى يصار نار رب العالمين في مقابل السيف يوذا وديار كل خوي جفافي. من مد نتيجة غاسل يسوي شرب العالمين قاش النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه خسيس رب العالمين خسيا الله وأرضى عنه الناس. يوذا نخيقنا نسي جنوك تقول الله حمايا الله خس يوذا نخس على الله المهر قلت تبتدى شرب العالمين خسار جمالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن التمس رضا الناس في سخط الله الله اكبر زاد يقول لنا الصالحين ذا في المقابل خاصيصي قاربي هذيك شي حاجه توتيك بربي هذيك شي حاجه تحاربي طربي باش اللي صاحي بلا نور هذيك الخضايا ولا ايوا ما عنديش جناوة للعمر ما عنديش انشت شويه انشوي الخضايا اخواتي عوانتي الله اكبر أخاك يسخط رب العالمين سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ربي أخاك يسخط ثم يبدأ الصاغي الذي يسني شوف ثم ما راح يسخط إيوا تبي القاعدة كسيت ربدا الإيمان كيتشوف صوري في الزهر ما ليس الرضا من رب العالمين يبدا السخط ليس الرضا امضي ولا تلتفت ليس السخط بد من ذلك اليوم يوم القيامة مزيك مين دشا كنيو ذا تابع ربي شي رزقكم
ربي شوشي المال، ربي شوشي حنجان، ربي شوشي نقراب، ربي شوشي الصحاب، وش يوشي وش يوشي بنادم. ربي واحد السي غاك تسلي غاك هم طويل شحبة بالكرام لكل مقام مقام، ومقامنا هذا مقام زواجي وعرسي. لا بد أن نسيو شوية الزواج الفقهاء سيوخ المقاصد الزواج كوريش ما تنيا النس يخيمتش كوريش ما تنيا النس شي تاوي فمغاف باش تعاون يماس يثدى شني نسيمتش تمغاف باش خصاف عزوف ليا باش هذا الصبر انا السوج من غيش شي تاوي فمغاف باش انا ستجي حنجان طابي حنجان كوريش تنيا النس المقاصد الطاس إيش المقصد مهم خصك تصدق شو خمت شعب خشير التوس ديني شيء من الشباب يتشد باش يديري سعداء خصك ديري سعيد يلتمس في الزواج السعادة. إياك أن تظن أن السعادة محصورة في الزواج أيها الشباب تبعوا لفتة مهمة إياكم أن تظنوا أن السعادة في جني المال أن تكون غنيا تملك العمارات قصور فيلات تركب أفخم السيارات آخر المغيرات أن تلبس آخر المغيرات من الثياب إياك هذا هو شغل الشاغل لشبابنا الوث الشغل يعني أنت ولد شان سبع هكتار من هكتار مين تهتم من نطس الشباب زار رمالية ترك واحد ليت مدرسة الخارج تبارك الله طنوبينات ما شاء الله أرض ما شاء الله قولوني ما شاء الله العطر تبارك الله صافي الشباب نخفوهم غير اسمع أن السعادة ذهب ذهب صافي ضوض غادي يرمي بل قرشات زوي غادي يرملي هذه زوار صافي غادي يدور ما شاء الله. إياك أن تظن أن السعادة في أوروبا غاك نيغا غاكيري ياكلا نيغا غاكيري الطنوبينات نيغا غاكيري لا والله ليست السعادة في جني المال. السعادة كل السعادة في طاعة الله جل وعلا. نسيو الملياردير والله ما تعيش السعادة. أربعة ثلاثة تليفون القصورة الفيلا كل ثلاثة راس الفيلا من مدرسة ويجي دولة يفصلي روحك. خمين يصير قيمة يسيو تشوت يهرش نفسانيا يهرش الصحة نستهرش هذا غير إكساس السكر إكساس أكسيون إكساس الفواكه إكساس المشروبات بعض العرس يتشن حوايج نار يجي موان قال الفقير حسن الزيت والله إلا الفقير حسن الزيت الفقير يتتمن يقص يترك واحد الدار هذا الشيء اللي ينقص من غروم الإساس أجدي خصوصا يتص صافي سيسي تفوت ونغني الله ماذا ليس غير كيرس مالا وجه المنومات مالا وجه المهدئات مالا وجه بصية الأعصاب بصية التونسيون بصية هاي ضبيب بشاس ستريس الضغط تعيش المشاكل تليفون غاون التليفون سيدان تليفون هو ذا يتعرف هو ذا مي سيطوغيت المخ ديرونت يسهرشي أشريش المسي تشارك وكغيرها وكغيرها ما نجي السعادة يا ما تغيرش راس الطنوب بين 50 إلى 100 مليون صرفيني للسعادة هذه النقاش شو غيرين وكمل مشي يتغص حقني شي شو ربي العالمين مشي يتغص حقني في الطاوي اللي ضاني في الكبار اللي كبر حريق مشي يتغص زي الحريقة شو غيرين وكمل يا ويلي السعادة كل السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى رب العالمين وصرف ما نجي السعادة قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي الحياة الطيبة أين هي أي الحياة السعيدة أين هي في العمل الصالح في العمل الصالح ما هو العمل الصالح والعمل لا يكون صالحا لا يكون مقبولا لا يكون حسنا إلا إذا توفر فيه شرطان إخلاص لله جل وعلا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الغاية من خلق الخلق
يخسر السمام إذا قد يخلق رب العالمين ما إذا قد يستقر ماذا ما ما الهدف ما الشمس ونياضا التجارة البناء النشيح الجامع صفيني لا خلقك ربك جل وعلا لغاية قال ربك في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبه مزيان استرخ أحسن عملا لنيج السعادة لنيج الهناء لكل شيء لأحسن عملا إن شرب العدد القرآن الكريم يخرق الدوذات الذي خلق الموت والحياة يخرق درمك الدوذات ما يمه ليبلوكم ما معنى ليبلوكم أي ليمتحنكم هذا هو من الامتحان مغفر الامتحان ما يسولني الزيوم رجل عمل الصالح العمل الحسن أيكم أحسن عمل وقال الله جل وعلا في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها من هذه الزينة؟ من زينة رب العالمين الكرة الأرضية مجدونا البحار أشجار الأنهار الجبال جنان من الزينة يا من المار إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم هاي الغاية لنبلوهم أيهم أحسن عملا أكشنا قطرة أحسن عملا توري شهد الآية اللي جاء أحسن عملا أكشنا ميجي خلق رب العالمين الذي خلق لموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أكش أحسن عملا ليعبدوني أي وحدون أندور التوحيد وشي من التوحيد حياة نشتك من غير التوحيد العبادات نشتك مرة من التوحيد ما لو غاش التوحيد دي أكوشي وخا تزوجي تزومي تزكي تحيجي تقدر خالي الدنيا شو ما ربطي التوحيد وعقول ورب العالمين كوشي من التوحيد وبسببه خلقنا الله جل وعلا خلقنا تبارك بباش نعبد واحد وبيسدي كويشي دومي قد التوحيد ربي خلقت الجنة والنار خلق الجنة والنار والسماوات السبع والأراضين السبع وأنزل الكتب وأرسل الرسل لماذا؟ من أجل توحيد من أجل لا إله إلا الله هذه الكلمة سليس ليل نهار للمآلل المساجد نفس الأوقات بغمين تسجلتك للتشهد للتحية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله الكلمة يا شنهار بالغس نخسر نفهم لأننا يعني نتكلم نهرف بما لا نعرف تصور من ونس قام من ونس لا إله إلا الله العلماء لنش عصر المعلم عصر المقتضى عصر الأركان عصر الشروط عصر النواقي مسلم عيب وعار رب العالمين خلقك من أجل هذه الكلمة واستفيد من الكلمة من زي السعادة والو من زي الشقة وتعيش من زي الأمراض كثار من زي الوساوس كثار من زي الشباب بغي قراش تعيش يجي الحياة ضنكة قلق شكوك وساويس يتصود الزيتيس قرص يولد من ثق خل حالة ويتزيد يسمح لكبرين رب العالمين القول العصبي زي سميت ويتعيش بوملي سمح لكبرين رب العالمين سيبوا تعيش بوملي السعادة في توحيد الله سبحانه وتعالى الورغة وبرنا رب العالمين أخك يافع رب العالمين البلاء أخك يافع رب العالمين البلاء ماذا أنت ورغة وبرنا الناس ماشي مرسك عن كبري للناس قال سيفا شفت لا رب العالمين صلى الله ومن أعرض عن ذكري زيد من غاف فإن له معيشة زهر مش تقال معيشة يا معيشة ضن الله أكبر ضن أخش معيشة تعيش الشباب إلا من رحم ربك ضنك ولو لا ولو السعادة من ما يتجول يجي جميع اقترف جميع المعاصي والذنوب في مجرد ينتهي من المعصية فإذا به يندم يندم أشد الندم من ميزنين من ميسوي الشراب من ميمشى من ميسير الغيبة من ميمغير تسد ندم دائما معصية تعقبها حسرة أما الطاعة إلا خبيت تكمل تحس نسيج الحلاوة الإيمان إذا ما من غني حبيبي الكرام أن تسخ التوحيد ما نفهم التوحيد وش ديس مين تخص ديس الأمن
والإيمان، السلامة والإسلام، تجد السعادة، الطمأنينة، الراحة للتوحيد الله سبحانه وتعالى. الله الله في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الحقيقة للتصرف به أثناء قد واحد سؤال قشيش تعرف تعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. وهذا معنى النص. تعلم أركان لا إله إلا الله، نفي وإثبات، شروط سبعة، نواقض سبعة. ما لا تروح قصحة لا إله إلا الله إذ مقضت، ما لا تروح قوم ربط إذا ساسي دي فرنك شيء خير وغارب ويحجى شيء عزق لا إله إلا الله إذ ذمت وغاكو لا إله إلا الله ضيعت وخد زد جلزوم من زكين وفهم شاء تود الناقل لا إله إلا الله واش نفع شاء لا إله إلا الله ضيعت. هذا شروط الأركان. أختم بهذه الآية، اسمني على الشيط من اسمني كذا كارب العالمين الشيط، اسمني على الإلا أكبر الكبائر، أظلم الظلم، أخفف الخبائث، الشرك بالله جل وعلا. ملائكة إذا كيزش لي شكا رب العالمين دونه يحمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ملائكة موت تكذش لي شكا رب العالمين إذا كيزش ليش والله ماشي الفرار رب العالمين ماشي الدنيا ما لا تودك الشرك تولد خاكي توبة رب العالمين لا شك رب العالمين إن الكفر إن سنة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم. هذا بعدني الشرك استغفر مش بلاد موث الشرك يقسم وخد صد جنزم من تسكير واش ينفع تقدر ولو ضيع كل الشرك يفسد العبادات كما يفسد الخل العسل. ضيع مرة عبادات من رب العالمين إن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت زد ليحبطن عملك. رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، قال السيد الوحيد السيد راك جبريل، ما مش نسك جبريل الأنبياء نجدي الزهر من دنيا رب قمره كذا كذا يشريش العمل نشيك مريم محمد هو غثمار هذا يحبط العمل نش. ولا تكونن من الخاسرين أتخسر بل الله فاعبد أعبد ربي واحد أسركم من الشاكرين. قرب العالمين كيش الآية النغنية إجمع الأنبياء مارة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء مالك كي يدير الشرك أشريش أتني مارة العمل نسمو خاصني نتكفر. فانتبه الله عز وجل حرم علينا الشرك هو أظلم الظلم وأكبر الكبائر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجزاء باش غير في الشر يحار الخسار بالجنة وادي تشمي وادي تويري خطوة تزرجة وخطوة تزرجة خطوة تزوم ما يتسجيت واسمح بلا رمقرا ونخفنا تمار العبادة بلين يعب بلا نف العبادة اللي مارة تضغط مار أقلت سك الصح بتخص فنش من يقوى قمل بالغازي موكا راك الخالة اللي التوحيد ما راعات اعطاك الموكا ذا بعد شن يعني ذا دخشان سقطها القس خلص من هذا اللي يمتشن يزيد الدهني قوى الشرك بالله جل وعلا ما رأتني ذي سيوم ويوم ما شهر مساء العيني شركم بالله ما رأتك غال خمسة الليل يبطيط الليل يتقل تبعا تبغى لين الله يهديهم ما رأتزمك تبغى الأخوات الأمم للأمان يخسرك سنتقني الشرك الخمسة طيط شنو اللي دخلش ماني تنتج تجي دي طوموبيل دي ميرسيدس تبارك الله تبارك ميرسيدس 40 مليون ديسترس ما يمين يقرش حتى ما دي طوموده مزال مش هي ما دي طوموده زي الشركين تبزا شنو السي من دي نصار زاد من اللي قرش حقا زقا يتزج بغير الله شرك احق للبكة ثم شي لي دار سيدنا تي طوم قش الشباب غاصش شدك القسم شدك الحلف اش بدو شو اش اللي الدار غير ما يتي الطور واللي تدي الشرك قد سجد بغير الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا ليخلف بالله وليصمت
نفس الذي سجد الزج صار في واحد اللي غادي يسقط. من حلف بغير الله ان الزج بغير رب العالمين فقد اشرك. الجيش يشوف الله سبحانه. تعلموا دين ربكم، تعلموا التوحيد الذي هو النجاة يوم القيامة. توحيد سيشفع فيه، توحيد سبب في مغفرة الذنوب، وفي المقابل الشرك سبب في إحباط الأعمال. تعلم دائما الحوايج أتنجو به لله عز وجل. وأعظم أركان الإسلام لنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح. حسن دون غاز سيسير، هذا يصير إخلاص لله جل وعلا لا إله إلا الله، هذا يصير المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكشف نجم عبد الله ربي وحرس يستكوشريش العبادة اللي حسن كيف ماشي تقلبي الصلاة الصوم الزكاة ماشي مش تغطي النبي صلى الله عليه وسلم. وجبهم الصريح قد تقول قد تقول رجل الفارغ رب العالمين يعبد عن علم، رب يستعبد سل علم جميع قدرة الجال، رب قال القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله الصرف لله. أول العلم يخصنا الذي ذنبه وعلم التوحيد. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. تفرقنا من بعده تفرقا من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. اللهم زدنا علما، اللهم فهمنا وعلمنا دينك يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيديهم إليك، اللهم تب عليهم ليتوبوا، اللهم تب علينا لنتوب يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم وفقنا للتوبة النصوحة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بارك لأخينا علي وبارك عليه، واجمع بينه وبين أهله في خير. اللهم خذ عنه أعين الناظرين وقلوب الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين وكيد الفاجرين برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. وارزقه يا رب الذرية الصالحة، وبارك يا رب في والديه، واجعله قرة لوالديه إنك سميع مجيب الدعوة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء لحسن استماعكم، وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.